شوف الرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار. ما فيه طريق القطاع لم يقف، ما فيه مجلس متدين لم يجلس. لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلعب نهارا وليلا. يكون كشر مهروس عند مجاري المياه التي تأتي ثمرة في أول مهارات العيد. وكل ما يصنعه ينجح، ليس كذلك الأشرار، ولكنهم كالعاصفة التي تزريها الريح. لذلك لا تكون أشرار في الدين ولا خطوة في جماعة الأبرار، لأن الرب يعلم طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فتهلك.